في إطار المجهودات اللي بتبذلها الدولة، أكد الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية 52 جنيه 95 جنيه 123 جنيه للكرتونة، وأن كل فئة مالية من هذه الكراتين بتحتوي بداخلها على السلع الأساسية من زيت، سكر، رز، مكرونة، شاي وصلصة، وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب المواطن بفئات نقدية أخرى. وأضاف الوزير أن المجمعات الاستهلاكية بيوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيض يصل إلى 30%، وقال أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعدادا لشهر رمضان الكريم. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا والمتابعة اللي احنا بنتابعها مع حضراتكم لمجهودات الدولة المصرية. وخلوا بالكم كمان، على قد ما في ان احنا شايفين المجهودات اللي بتعملها والدولة لما عزمت ان هي تدخل الموضوع ده، وسمعنا كمان انه سيادة الرئيس بيتكلم على سعر الخبز الحر مش الخبز المدعم، زي ما احنا قبلها بيوم تابعنا انه يبقى فيه اسعار استرشاديه. قد ايه الحاجات دي كلها بتقدر ان هي تضبط حركه السوق بالنسبه لنا، اسعار السوق. فكره كمان السعر الخبز الحر هنا اهتمام بالمواطن، انه ده الحاجه الاساسيه اللي على سفرتك. ما ينفعش اذا كان بقى هي منفذ خاص، منفذ حكومي، مدعم او مش مدعم، حضرتك ما ينفعش ان انت تطلع عن السعر اللي محدداه الدولة سواء المدعم او غير المدعم. وهنا يعني انطلاقا من فكرة انه لازم كله يبقى في اطار التناول بالنسبة للمواطن المصري، ايا كان هو الشريحة اللي بنتعامل فيها بالنسبة للمواطنين، سواء اللي هم الاكثر احتياجا او غيرهم، او الشريحة المتوسطة او الاعلى. لكن الفكرة كلها انه لا، هنا ما ينفعش انه رغيف العيش يعلى عن كذا. فهنا فكرة ضبط السوق بتعملها الدولة على أكمل وجه، وكل المؤسسات بصراحة اللي دايما بنرفع لهم القبعة في هذا الأمر.